مران النهارده برضو شهد التركيز على التصويب من اماكن مختلفه داخل الملعب، وخاض اللاعبين لفقره فنيه خاصه تحت اشراف البرتغالي فريرا، في تركيز كبير من المدير الفني على تنويع اللعب واستغلال كل الفرص اللي بتيجي للفريق، ومنها طبعا استغلال مهاره التصويب. وده بحسه برضو شيء مهم جدا، اللي احنا في المباريات اللي فاتت كان عندنا مشكله جدا ان احنا نقدر نترجم الفرص لأهداف، وشايفه طبعا مستر فيريرا بيشتغل على ده، فطبعا حاجه كويسه جدا وحاجه تطمننا ان هو بيشتغل على ان انت تترجم الهجمات بتاعتك لأهداف.